السلام عليكم المتتبعين ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين وملاك. بغيت نوريكم هذا النهار قبل ما نبدي الفيديو، بغيت نوريكم شي حويجات شريتهم من الجهاد العار. كنت مشيت لبروكسل وشريتهم، بغيتكم تعطوني الراي ديالكم. كما قلت لكم الراي ديالكم كيهمني بزاف بزاف. اول حاجه شريت هذا الصبيبات، هاد السبابات شريتو في البرومو، يعني كان مول الحانوت داير برومو وديت عليه بزاف ديال الحوايج. ديت عليه هاد السبابات اللي عجبني في اللون ديالو وفي الشكل دياله. ثاني حاجه شريت هاد النعيله كما قلت لكم، يعني في البرومو حتى هي عجبتني. وكي دايره نتمنى تعطوني الاراء ديالكم. شريت لبنتي هاد السبنديرة، شتو كي دايرة، عاوتاني عجبتني حتى هي في البرومو، يعني كان مول الحانوت داير الحوايج برومو وديت عليه بزاف ديال الحوايجات. مهم هادو هما الحوايج اللي شريتهم، نتمنى تعطوني الرأي ديالكم فيها. مهم بغيت نقول لكم حاجة، ما تنساوش المسابقة اللي راني دايرة، يعني فيها 10 أيام مسابقة، ما تنساوهاش. يعني اللي بغى يشترك ولا مرحبا به يشترك في القناة. كيما راني قلت لكم، يعني اللي خص يجي اكبر عدد من اللايكات يديروا في التعليق ديال الواحد اللي بغى يشارك، يقول لك انا مشترك في القناه ديالك، ويجي اكبر عدد من الطرف ديالو يدير لايك، يدير لايك في الكومونتير ديال داك الشخص اللي مشارك ويشارك حتى هو في القناه ديالي، يعني تابونا عندي. مهم دابا غادي نبداو الفيديو ديالنا. كما كتشوفوا اليوم غادي نديروا اعمال يدويه. راني جبت هاد الشموع، بغيت ندير لهم ديكوراسيون. كما راكم تشوفوا شريت هاد شريتهم اكسيو، هاد لي ديكوراسيون شريتهم اكسيو. غادي نبداو نعدلو هاد الشموع. يلا مهم اللي كيهمو الامر ولا يبقى معايا حتى التالي باش يشوف الطريقه كيف غادي نديروهم. كما راكم تشوفوا نشدو هاد بحال هادو جايين هكا، تحيدوهم وغادي نلصقوهم يعني هنايا في الشموع ديالنا. خصو يتلصق مزيان باش يجي نيشان. عاوتاني غادي نجيبو واحد اخرى بشكل اخر، عاوتاني غادي نديرو لصقو وحده الفوق وحده لتحت باش انا يعطي الديكوراسيون. يعني تقدروا غير الشومو نتوما تجيبوهم وتزوقوهم، كيجي ديكور زويون ومنظر زويون. كما راكم تشوفوا غادي دابا غادي ندير هادو نجيبوهم نديروهم هنايا في الوسط. شكرا هي بالكم ديكوراسيون كيبان الطريقه. غنجيبو واحد اخرى في الابيض وغادي نديرو لها هذا الازرق يعني، وجربوا بحال هكا الاعمال اليدويه كيكونوا صراحه مزيانين. راهي بالكم دابا غادي نجيبو شي حاجه نحيدوها في الزرق هكا، نجيبو هاد النجيمه. كيجي صراحه حاجه غزال غزال الديكور، يعني كيجي داك الشيء زوين. يعني عاوتاني نجيب واحد اخرى عاوتاني نديروها
الأعمال اليدوية حتى الدراري كيبغيو يديرو بحال هكا الأعمال اليدوية. كما راكم تشوفوا جاني شوية قصارين، نبقاو على هاد المرحلة حتى نكملو كاع الديكوراسيو ديالنا نكملوهم. ونكملو كما راكم تشوفوا الطريقة ديالنا كاع، نكملو هاد الشموع هكا، يعني نبدلو حنايا نديرو الديكورين اللي بغينا، كل واحد يدير اللي بغا. كيما راهي بالكم يعني جاي خفيف ظريف. عاوتاني نشوفو هذا، غادي نديرو لها هنا اخرى. شتو كي جا داير طريقة الشمع، يعني طريقة جات غزالة، ويعني مفتش الوقت بزاف. ولا دابا غادي نديرها لكم هنا باش تشوفوا الطريقه ديالها، كي تجي تقدروا تزينوا بها الطاوله ديالكم. ولا كما راكم تشوفوا هذا هما الشموع اللي درت معكم، عدلتهم ديكوريتهم معكم، يعني كل واحد يدير الطريقه اللي يبغى، وكيجيو يعني منظر زين. كما كتشوفوا درتها على هاد الطابله، درتها لهم وزوقت هاد يعني الشموع بابسط طرق، يعني ولا تكلفه، يعني ما كلفتش راسي ولا كنت شيت هذوك شيتهم اكسيو هادو، يعني ويعني زوقت بهم يعني منظر، ديري منظر اخر يعني جديد وصافي. نتمنى هاد الفكره تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش المشاركه ديال اللي في الاخر في المسابقه اللي راني دايره. ما تنساوش المسابقه، باقي يعني المده ديالها 10 ايام، الواحد يقدر يشارك ويفوز. يعني انسان ما يقولش بلي فات الحال ولا راه عاد الحال. ونتمنى التوفيق لكل واحد، ونتمنى هاد الفكره تكون عجبتكم. وما تنساوش تخليو لي كومونتير الراي ديالكم تحت في هاد الفكره اللي درتها، ونتمنى تعجبكم وتردوا لي الخبر. ومرحبا بالاقتراحات ديالكم، ومرحبا بالتعاليق ديالكم، وكنشكر كل واحد مدعمني، كنشكرو يعني، وكنقول لكم نبغيكم بزاف بزاف بزاف. ما تنساونيش بلي لايك وبالاشتراك ديالكم، وما تنساوش بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، ومع اي واحد بارطاجيو باش تكبروا القناه ديالي، يعني بكم القناه ديالي تكبر. وشكرا على الدعم ديالكم ليا، وغادي تفرحوني الا خليتو لي تحت الكومونتير تفرحوني. يلا نخليكم الفيديو جاي ان شاء الله، وما تنساوش المسابقه، نذكركم بالمسابقه. يلا سلامه.